ونزل صاروخ جنبتنا، نزل صاروخين دم بناية المقابينا. حدا تعور؟ لا. شو كان أصعب شيء هون؟ الضرب والانحصار. I Aleppo skjuter regimlojala intensivt i luften. Slaget om staden är avgjort. Och samtidigt som Aleppo-borna letar efter sina försvunna anhöriga bland ruiner faller den första snön ner över östra Aleppo-kvarteret Masaken Hinano. Tre syskon, Nour, Hashim och Abdulrahman, är på väg hem efter deras första skoldag på 5 år. درسنا رياضيات، درسنا عربي، درسنا انجليزي. كيف شعورك هلا اليوم رحتي على المدرسة؟ مبسوطة كثير. حبيتيها؟ كثير حبيتها. صرنا زمان يعني ما رحنا على المدرسة، اشتقنا لها. وما في أحلى من العلم. طيب لإلك لإلك أنت شو بتتمنى؟ إلي قصيرة. شو لك؟ قصير محافظ.